أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. صدق الله العظيم. سبحان من تنزهت عن الشبيه ذاته وتقدست عن مشابهة الأغيار صفاته، سبحانه وتعالى بالبر معروف وبالإحسان موصوف، معروف بلا غاية وموصوف بلا نهاية. ما في الوجود سواك رب يعبد، كلا ولا مولى سواك فيقصد. يا من له عنت الوجوه بأسرها رهبا وكل الكائنات توحد. والصلاة والسلام على النبي الأمي الذي علم المتعلمين، والرسول الذي بعث الأمل في قلوب البائسين، والهادي الذي قاد سفينة العالم الحائرة في خضم المحيط ومعترك الأمواج إلى شاطئ الله رب العالمين. كان صلى الله عليه وسلم خير ثمرة نبتت في خير شجرة، جاء بشرع للشعوب البدائية كالوالد الرحيم، وللشعوب المتحضرة كالأستاذ العظيم. مدح الله أخلاقه فقال: وإنك لعلى خلق عظيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من مسجد الاستقامة بميدان الجيزة بمحافظة الجيزة، حيث الأسبوع الثقافي لوزارة الأوقاف. ويشرفنا بالحضور في هذه الليلة فضيلة الأستاذ الدكتور بكر زكي عوض، العميد الأسبق لكلية أصول الدين بجامعة الأزهر، والدكتور رمضان عفيفي مدير عام الإدارة العامة للمراكز الثقافية والمكتبات بوزارة الأوقاف. ويشرفنا أيضا بالحضور الدكتور السيد مسعد وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة الجيزة، ومعنا قارئا فضيلة القارئ الدكتور ماهر الفرماوي، ومبتهلا فضيلة المبتهل الشيخ محمد الجزار. وموضوع الندوة في هذه الليلة عن خلق الحياة. أيها الأحباب، نستهل معا لقاءنا الطيب المبارك بهذه التلاوة القرآنية المباركة يتلوها علينا القارئ الدكتور ماهر الفرماوي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وجاء Oh.
فاخرج إني لك من الناصحين. فخرج منها خائفا يترقب، قال رب نجني من القوم الظالمين. ولما توجه تلقاء مدين قال عسى ربي أن يهديني وجد عليه أمة من الناس يسكون ووجد من دونهم امرأتين تذودان. فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. فجاءته إحداهما تمشي على
استحياء فجاءته إحداهما تمشي على استحياء فقال لا تخف نجوت من القوم الظالمين الله أكبر
باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. صدق الله العظيم. وهكذا أيها الإخوة المؤمنون، فقد عشنا مع هذه التلاوة القرآنية المباركة، تلاها علينا القارئ الدكتور ماهر الفرماوي، وكانت خير استهلال لهذا الاحتفال الطيب المبارك من مسجد الاستقامة بميدان الجيزة بمحافظة الجيزة ضمن الأسبوع الثقافي لوزارة الأوقاف. أيها الأحباب، ما أعظم هذا الدين، ما ترك خيرا إلا حث عليه، ولا شرا إلا ونهى عنه. ومن أخلاقه العظيمة التي حث عليها وندب إليها الحياء، الذي عده شعبة من شعب الإيمان. الإيمان 60 أو 70 شعبة، فأفضلها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. والحياء لا يأتي إلا بخير، إن مما أدرك الناس من كلام النبوة إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، إذا لم تخش عاقبة الليالي ولم تستحي فاصنع ما تشاء، فلا والله ما في العيش خير ولا الدنيا إذا ذهب الحياء. يعيش المرء ما استحيا بخير، ويبقى العود ما بقي اللحاء. أيها الأحباب، نعيش مع هذه الكلمة من فضيلة الأستاذ الدكتور بكر زكي عوض العميد الأسبق لكلية أصول الدين بجامعة الأزهر الشريف. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الحضور الكرام، أحييكم بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يطيب لي في البدء أن أتوجه بخالص الشكر وعظيم التقدير إلى وزارة الأوقاف وزيراً، وإلى سائر المعاونين له في مسيرة الدعوة لإحيائه لهذه المناسبات الدينية، وحرصه على عمارة المساجد بعد أن أصابها ما أصابها فيما هو خارج عن دائرة التفكير أو التدبير. والحمد لله، قد رفع الله الغمة عن العباد والبلاد، والآن أصبحت المساجد ملأى بحب المساجد، فهنيئاً
لرجل قلبه معلق بالمساجد كما أخبرنا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. والقضية التي هي محل التناول في يومنا هذا تتعلق بخلق الحياة، واسمحوا لي أن أشير إلى أن كل صانع صنعة يضع لها قوانين صيانة تحفظ عليها بنيتها من ناحية، ويضع لها أيضا قوانين تحفظ عليها هيئتها الخارجية من ناحية ثانية. هذا مع الفرق في التشبيه، ولله المثل الأعلى. الإنسان هو صنعة الله، ونصوص القرآن تبلغ حدا في الكثرة، والحق سبحانه وتعالى شاء أن يضع قوانين تحفظ على الإنسان بنيته كذات أو جسد مركب، ووضع قوانين أيضا تحفظ عليه جماله وحسن سيره في هذه الحياة. هذا الكلام مأخوذ من قول الله تعالى لآدم عليه السلام ولبنيه من بعده: فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. الحق سبحانه فيما يتعلق ببنية الإنسان كجسد، آيات القرآن تبلغ حدا في الكسرة، تأمرنا ألا نعرض أبداننا إلى الهلكة أو إلى التهلكة، فإن أصابنا شيء ما مما يسمى بالأمراض العضوية فالله أمرنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم أوجب علينا أن نتطبب لنطرأ الأمراض العضوية بأدوية عضوية. ولكن هو ليس هذا هو موضوع المحاضرة، ولكن هناك لون من الأمراض وهو الأخطر، الأمراض الأخلاقية التي إذا أصابت الإنسان فإنها تدمره كفرد، وإذا انفشت أو انتشرت في مجتمع فإنها تدمره كمجتمع، بل إنها قد تؤدي إلى تدمير كثير من المجتمعات. هذه الأمراض الأخلاقية التي تصيب الإنسان تنقسم أيضا إلى قسمين: أمراض تصيب الإنسان من خلال البيئة التي يقيم فيها أو من خلال الثقافة الوافدة إليه أو من خلال نأيه عن شرع الله جل في علاه. ولهذا رأينا الحق سبحانه وتعالى يضع أسس الأخلاق للبشرية جمعاء، يضع أسس الأخلاق للبشرية جمعاء، وما أحوج البشرية جمعاء إلى هذه الأسس في أيامنا هذه، بل وفي كل زمان ومكان. والدليل على ذلك ما يلي: أننا في بعض الأحيان نرى تصرفات غير حميدة، نرى تصرفات غير حميدة من بعض الناس. لو أن هؤلاء الناس عادوا إلى كتاب ربهم وسنة نبيهم وما فطر الله الإنسان عليه لأقلعوا عن كثير من هذه الأخلاق السلبية، ولتحلوا بالأخلاق الإيجابية، وأمهات الأخلاق الإيجابية هي من صلب الإيمان أو هي من شقائق الإيمان أو مكوناته كخلق الحياة. هذا الخلق
الذي أخبرنا عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه خلق إلهي على سبيل الابتداء. وفي الحديث عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله حيي كريم يستحي أن يرفع العبد إليه يديه ثم يردهما صفرا خائبتين. ما معنى حيي كريم وما معنى صفرا خائبتين؟ مع أننا ندعو وقد لا يستجاب لنا. الحياء هو خلق يمنع القائم به من فعل شيء يعاب به أو يعير أو يؤاخذ عليه. والله سبحانه وتعالى وعدنا قائلا وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. والوفاء بالوعد كرم وخلف الوعد بخل. والله موصوف بأنه الكريم ولا يتأتى وصفه بالبخل لا من قريب ولا من بعيد. ولكن العبد عندما يدعو الله يسمع دعاءه ويستجيب لدعائه مقدرا الخير في الإجابة، لأن العبد قد يدعو بما فيه هلاكه. أولسنا في بعض الأحيان ندعو على أبنائنا أن يأخذهم الله؟ لو استجاب الله دعاءنا وأخذ أبناءنا لبكينا على عجل. أولسنا ندعو على من نخاصمهم أحيانا فلا يستجاب لنا؟ لأن الله لو استجاب لنا لأباد كثيرين. ولهذا هو يستجيب، ولكنه يستجيب وفق ما فيه منفعة العباد والبلاد، فتكون الإجابة من الله تحقيقا لقوله وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. وأما ما يتعلق بالإنسان فالله أخبرنا ونحن ندرك ذلك في ضوء القرآن أن الأخلاق تنقسم إلى قسمين: أخلاق فطرية وأخلاق مكتسبة. الأخلاق الفطرية هي التي فطر الله الإنسان عليها منذ خلق آدم وإلى قيام الساعة، وكلها أخلاق إيجابية في جوانب الحمد. وهناك نأي أو بعد عن الأخلاق السلبية المرفوضة، وهي أيضا مما تعارفت عليه البشرية عبر تاريخها. والدليل على هذا أن آدم عليه السلام خلقه الله مستورا، وخلق حواء أيضا مستورة، فلما وقع منهما ما وقع فأكل منها فبدت لهما سوآتهما. دل ذلك بالفطرة على أن انكشاف العورة إنما يسيء إلى صاحبه، ودل ذلك على أن المعاصي تكشف ستر الله على العبد، ودل ذلك على أن من وقع في معصية ينبغي عليه أن يعتذر إلى الله وأن يقلع عن المعصية وأن يستغفر حتى يمحو ما علق به. ولذلك قال وطفقا يخسفان عليهما من ورق الجنة. ولم يكن ذلك قاصرا على آدم وبنيه، بل إن الله جعل هذا الخلق قائما بكل بني آدم إلى قيام الساعة. يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير. يقول المفسرون لباسا يواري سوآتكم هذا مشترك بيننا جميعا، فكل منا يلبس ما يستر به عورته. ولكن هناك لباس
هو خاص بأهل الإيمان، بأتباع المصطفى صلى الله عليه وسلم، الذي عبر عنه الحق بقوله: ولباس التقوى ذلك خير. قال المفسرون: لباس التقوى هو الحياء. لباس التقوى هو الحياء. لماذا؟ لأنه خلق إن تزيى به الإنسان يحول بين الإنسان وبين المعصية على كل حال. لماذا؟ لأن من أراد أن يقدم على معصية، هب أن إنسانا يريد أن يسرق، أو أن إنسانا يريد أن يزني، أو يرتكب أي شيء من الكبائر، ماذا يفعل؟ إنه يحرص على ألا يراه أحد، أو أن من يراه هو قادر عليه فلا يستطيع أن يفشي أمره، أو أن بينهما تفاهما سيسرقان ويقسمان إلى آخره. والله جل في علاه منزه عن هذه الصفات، أينما تكون فأينما تولوا فثم وجه الله وهو معكم أينما كنتم، إن الله كان عليكم رقيبا، إلى غير ذلك من الآيات. فلو أن الإنسان الحيي استحضر معنى خلق الحياء، وهو خلق يحول بين الإنسان وبين المعصية، إذا ما فكر للحظة أن يرتكب كبيرة فضلا عن صغيرة والعكس، فإنه يرى ربه مطلعا عليه فيستحي أن يقدم على المعصية، لأن الله يراه. إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت، ولكن قل علي رقيب. ولا تحسبن الله يغفل ساعة، ولا أن ما تخفي عليه يغيب، وهو معكم أينما كنتم. ولهذا رأينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر لنا أن خلق الحياء ليس قاصرا على شريعتنا، بل إن الأمم السابقة أجمع قد أوجب الله عليها أن تتخلق بهذا الخلق. والدليل على هذا قول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى: إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، وفي رواية: فافعل ما شئت، أي إذا نزع منك ثياب الحياء فافعل كما تراءى لك. ولهذا يقول بعض الصالحين: الحياء ثياب يستر العبد به نفسه، فإذا خدشه كشف من جسده ما يسوء به رؤيته، أو ما تسوء به رؤيته. هذا الخلق الفطري، أي الحياء كخلق فطري، عندما نعيش مع التاريخ والوقت لا يتسع، لكن أذكر نموذجين. ذهبت النساء يبايعن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أعلمه الله بشروط البيعة: إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على ألا يشركن بالله شيئا، ولا يسرقن، ولا يزنين. سمعت إحدى السيدات هذا الشرط فارتعدت، وقالت لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، أوتزني الحرة؟ أوتزني الحرة؟ أي أنها لم تفكر للحظة، ولم يخطر على بالها أن الحرة العفيفة الشريفة المصونة يمكن أن تقدم على هذا، مع أنها كانت على جاهليتها وجاءت لتبايع رسول الله على الإسلام. وعندما نزل قول الله تعالى ينكر على قوم لوط ما كان منهم ويذكر ما كان من شأنهم في قوله: أتأتون الذكران من العالمين،
إذا بأحد الصحابة يقول: والله ما ظننت أن رجلا يعلو رجلا حتى نزلت هذه الآية، أي أنه لم يفكر للحظة أن يكون هناك رجل يطأ رجلا آخر، لولا أن هذه آية تحكي واقعة سبقت. أين الحياء دون أن ندخل في التفاصيل؟ رأينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر من ذكر الحياء، فمرة يجعله من الإيمان، ومرة يجعله الإيمان، ومرة يجعله شعبة من شعب الإيمان. وكانت الإجابة تتفاوت، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرى حال السائل، فإذا كان الحياء عنده قليلا رفع رسول الله من قدر الحياء في الإجابة فيقول له: الإيمان هو الحياء. الإيمان 60 شعبة أو 70 شعبة، والحياء شعبة من شعب الإيمان. لقد نأينا الرجل العربي قبل أن يبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر خلق الحياء الذي فطر عليه، ولقد نزعنا خلق الحياء في أيامنا لدى البعض، فكان من الأمر ما كان. رأيناه يقول في شعره: وأغض الطرف ما بدت لي جارتي حتى يواري جارتي مأواها. يعني لو خرج من باب البيت رأى امرأة جاره خارجة من باب البيت، يغمض عينيه أو يديلها ظهره أو يدير وشه حتى تمشي إلى حيث لا يراها. هذا خلق فطري، وهو خلق متبادل. أغض الطرف عن جارتي فيغض جاري الطرف عن زوجتي وآل بيتي، أغض الطرف عن نساء المسلمين فيغض غير الطرف عن نساء المسلمين أيضا أو غير المسلمين بالتبادل. فهو خلق عندما يسود يحقق ما نرجوه. لقد تجاوزنا حتى الاعتدال أحيانا، وما أحوجنا إلى أن نعود إلى ما فطرنا الله عليه، فنحيي الأخلاق الحميدة. وليس من الحياء ألا تقول كلمة حق أو ألا تقدم نصح، فذلك لا يتأتى. والدليل على هذا أن الله سبحانه وتعالى قال: إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها. وعندما استحيا رسول الله صلى الله عليه وسلم من أصحابه كانوا يأكلون معه، وكانوا أحرص ما يكونون على أن يشاهدوا نور النبوة ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا، فكانوا يحبون أن يجلسوا في بيت رسول الله بعد أن يتناولوا الطعام. وإذا بالحق سبحانه وتعالى يخبرهم ويخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن ذلك لا يتأتى، والله لا يستحي من الحق، أي من إظهار معالم الشريعة إذا تطلب الأمر تبيان هذا. ليتنا نحيي هذا الخلق الحياء. والكلمة باختصار معناها كما ورد في اللغة الحشمة، أو معناها المنع من المعاصي، أو معناها استحضار عظمة الله، أو معناها أن يكون الله رقيبا عليك حتى ولو لم يرك أحد من الناس. هذا الخلق نحن أحوج ما نكون إليه، وعلينا أن نقارن دون تفصيل بين قيم الإسلام ومبادئه وحضارة الإسلام منذ ظهر حتى يومنا، وبين ما يسمى بالحضارات الغربية. ألا ليت قومي يعقلون، ألا ليت قومي يفقهون، ألا ليت قومي يدركون العواقب الوخيمة عندما يصادمون صنعة الصانع
أو عندما يعطلون قوانين الصيانة التي وضعها الصانع لصنعته، عندها ستفسد الصنعة ويبقى الصانع غير مضار بشيء منها. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هكذا أيها الأحباب استمعنا إلى هذه الكلمة الجامعة من الأستاذ الدكتور بكر زكي عوض، العميد الأسبق لكلية أصول الدين بجامعة الأزهر الشريف. أيها الأحباب، لقد جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ليتمم مكارم الأخلاق. إن للأخلاق منزلة عظيمة في الدين، فكمال الأمة بكمال أخلاقها، وصلاح الأمة بصلاح آدابها وأخلاقها. إنما الأمم الأخلاق ما بقيت، فإن هم ذهبت أخلاقهم ذهبوا. الإيمان وعاء الحياة، وفلكه الذي يدور فيه، فهو شعبة من شعبه، وفرع من فروعه، وسبيل من سبله المؤدية إلى رضوان الله ونعيمه. نعيش الآن مع هذه الكلمة من فضيلة الدكتور رمضان عفيفي، مدير عام الإدارة العامة للمراكز الثقافية والمكتبات بوزارة الأوقاف. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ونشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، ونشهد أن نبينا محمدًا الصادق الوعد الأمين أرسله ربه على حين فترة من الرسل بشيرًا لمن أطاعه ونذيرًا لمن عصاه، وأنزل عليه خير الكتب ليخرج الناس من الظلمات إلى النور. هذا القرآن الكريم الذي جاء يضبط حياتنا، فجاء يضبط أنظارنا، فقال جل وعلا: ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم، وجاء يضبط كلامنا وأقوالنا، فقال الله عز وجل: وقولوا للناس حسنا، وجاء يضبط طعامنا وشرابنا، فقال تعالى: وكلوا واشربوا ولا تسرفوا، وجاء يضبط مشيتنا، فقال الله عز وجل: ولا تمشي في الأرض مرحا، إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا، وجاء يضبط اجتماعنا، فقال الله عز وجل: ولا يغتب بعضكم بعضا. فاللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبعهم بإحسانٍ إلى يوم الدين. أما بعد، فشكرًا لمعالي وزير الأوقاف على هذه الأسابيع الثقافية، ونشكر من كان سببًا في هذا اللقاء الطيب المبارك في هذا البيت العامر، أن جمعني مع علم من أعلام الدعوة الإسلامية. خلق الحياء، هذا الخلق العظيم الذي اتفقت عليه الشرائع كلها، والذي جاء الدين ليؤصله، وعاشه النبي صلى الله عليه وسلم واقعا وسلوكا عمليا، بل كما وصف صلى الله عليه وسلم كان أشد حياء من العذراء في خدرها، أي من البنت البكر التي هي شديدة الحياء، هكذا كان صلى الله عليه وسلم. رأينا هذا الحياء واقعا عمليا في رحلة الإسراء والمعراج، هذه الرحلة المباركة التي هي تكريم للنبي المصطفى صلى الله عليه وسلم، والذي جاء
بها وجاء منها بهذه الصلوات التي اجتمعنا بسببها في بيوت الله عز وجل. لما فرض الله عز وجل عليه الصلوات 50 صلاة في السماوات العلى نزل فمر على سيدنا موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام فقال: ما فرض الله عليك يا محمد صلى الله عليه وسلم؟ فقال: فرض الله علي 50 صلاة. فقال: ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف، فإن أمتك لا تطيق فإني جربت الأمم من قبلك. هكذا الأنبياء يحبون الخير للناس، وهكذا الأنبياء يدعون الناس إلى الخير، هكذا ينبغي أن يكون أتباع الأنبياء. فرجع النبي إلى ربه يسأله التخفيف مرة ومرة ومرة حتى صارت 5. فقال موسى للنبي صلى الله عليه وسلم: ارجع إلى ربك اسأله التخفيف، فإني جربت الأمم من قبلك، صلاتين لم يقم بها بنو إسرائيل. فقال النبي الأمين صلى الله عليه وسلم: لقد استحييت من ربي. فجاء مناد من قبل الله عز وجل أن أمضيت فريضتي وخففت عن عبادي، هن 50 وهن 50، 50 في العمل و50 في الأجر، فلله الحمد والفضل. هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم، وكان حياؤه مثالا. الحياء يتفاضل به الناس عند الله رب العالمين. تحدثنا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها تقول: كان النبي صلى الله عليه وسلم كاشفا عن ساقه، وفي رواية عن فخذه، وفي رواية مضطجعا مغطى بمرط لعائشة، بثوب من ثياب السيدة عائشة رضي الله عنها. فدخل أبو بكر رضي الله عنه يستأذن، فأذن له فجلس معه فقضى حاجته ثم خرج. جلس مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم خرج والنبي على حالته. ثم جاء عمر رضي الله عنه فاستأذن والنبي على حالته صلى الله عليه وسلم. ثم استأذن عثمان رضي الله عنه فجمع النبي عليه ثيابه واعتدل، فدخل عثمان ثم خرج. فقالت أم المؤمنين عائشة: يا رسول الله، دخل أبو بكر وأنت على حالتك، ودخل عمر وأنت على حالتك، ودخل عثمان فاعتدلت واستقمت. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة؟ هكذا رفع الحياء أناسا، وكل الصحابة كرام، وكل الصحابة عدول، لكنهم يتفاضلون في الصفات بعضهم على بعض. وهكذا الناس، ورفع بعضكم فوق بعض درجات، ليست في الأموال فقط، وإنما في الأخلاق، وإنما في السلوك، وإنما في المعاملات، في كل شيء يتفاضل الناس، الرجال والنساء. وما أعظم الحياء إذا كان عند نسائنا، وما أعظم الحياء إذا كان عند بناتنا وفي بيوتنا. لذلك الحياء لا يمنع عن الخير، ولا يفهم أحد أن الحياء مانع من الحق، أو أن الحياء مانع من الفقه، أو أن الحياء مانع من التعلم، أو أن الحياء مانع من طلب الحق الذي لك. لا، إنما الحياء قوة. لذلك تقول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها: رحم الله نساء الأنصار، لم يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين. فالحياء لم يمنع النساء أن تطلب الفقه في الدين، وأن تطلب العلم على يد النبي صلى الله عليه وسلم. ودخلت أم سلمة رضي الله عنها وأرضاها إلى مجلس النبي صلى الله عليه وسلم، فوضعت مقدمة تمهيدية قبل أن تتكلم، لأن السؤال خاص بالنساء. فقالت: يا رسول الله، إن الله لا يستحيي من الحق. يبقى الموضوع فيه إيه؟
في كسوف، أنا مش قادر أتكلم، ولكن لأن الله عز وجل طلب منا أن نتعلم وأن نتفقه، فهذا هو الذي جعلني أتجرأ وأطلب الفقه في ديني لأتعلم ولأعلم النساء. إن الله لا يستحي من الحق. يا رسول الله، هل على المرأة غسل إذا هي احتلمت؟ سيدة عائشة كانت جالسة فوضعت ثوبها على وجهها، يعني مكسوفة، تقول ايه اللي انت عملتي ده؟ هو ده سؤال تسأليه؟ هكذا كان نساء الصحابة فضلا عن رجالهم، هكذا كانوا. وضعت المقدمة حتى لا يتهمها احد، ثم طلبت الفقه من النبي صلى الله عليه وسلم، فقال نعم اذا رأت الماء. هكذا كان نساء النبي صلى الله عليه وسلم. الحياء خير كله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وفضل يرفع صاحبه في الدنيا قبل الآخرة. الحياء يصل ببعض الناس حتى يتهم أنه أعمى. هذا الربيع بن خثيم، وكان يدخل كثيرا على سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه، وكان يغض الطرف حتى ظنت جاريته وخادمته، خادمة سيدنا عبد الله بن مسعود، أن الربيع بن خثيم رجل أعمى. لما جاء الربيع دخلت على سيدنا عبد الله بن مسعود فقالت إن صاحبك الأعمى قد جاء، من شدة أنه يغض الطرف عند النداء وعند الاستئذان على الدخول عليه. هكذا، فضحك سيدنا عبد الله بن مسعود، فلما دخل عليه وأذن له قال إن الجارية تقول عنك كذا وكذا. الرجل ليس أعمى، ولكنه حيي، إذا ذهب إلى أحد أو إذا استأذن على أحد لا يسترق الطرف، بل يغض الطرف عن البيت وعن المكان وعمن فيه. هكذا علمنا النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك لما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن البكرة تستأذن، أي عند الخطبة، لما يجي عريس لبنتك أو لأختك وتيجي تقول لها فلان بيطلب إيدك، سيدة عائشة تقول يا رسول الله إن البكرة لتستحي، يعني هترد ازاي؟ ده هتقول ايه ان شاء الله؟ فقال إذنها صماتها، زي ما احنا بنقول السكوت علامة الرضا، هو ده السكوت علامة الرضا. وفهم أقوام الحياء فهما خاطئا، فأغلق الأبواب وأوصدها على المرأة، ما تخرجش، ما تتكلمش مع حد، ما تناقش حد، ما تروحش، ما تتعلمش، أغلق عليها جميع الأبواب بحجة الحياء. وبعضهم تركها كلأً مباحاً لكل من ينظر إليها. والدين ما جاء ليحبس المرأة وما جاء ليتركها كذا، وإنما هي كنز تتعامل كما كانت نساء الصحابة تتعامل مع الناس، ولكن مع الحياء ومع الأخلاق العالية والفاضلة. هكذا نتعلم من ديننا كيف نكون أصحاب حياء. ما أحوجنا أن نتعلم الحياء رجالا ونساء، ما أحوجنا أن نعلم أبناءنا وبناتنا الحياء، ما أحوجنا أن نفقه الحياء لنتعايش به. لذلك جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وطلب الوصية منه، فقال استحيي من الله كما تستحيي من الرجل من صالح قومك. لا يجرؤ إنسان مهما كان عاصيا أن يفعل المعصية أمام الصالحين، يتكسف، يقول لك استنى بس لما فلان يمشي، استنى أما كذا، استنى أما اختلي أو كذا أو كذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لنا كما تستحيي من هذا الرجل الصالح فلتجعل حياءك من الله أولى. وهذا هو الإحسان، أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك.
إن الله كان عليكم رقيبا. لو أنت دخلت مكان سوبر ماركت، دخلت بنك، دخلت أي مؤسسة وعارف إن فيها كاميرات هتعمل إيه؟ هتمشي زي الألف. لكن لو مكان ملقان بالكنوز وما فيش فيها كاميرات برضو هتمشي زي الألف، لأن ربنا شايفك ومطلع عليك. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجمل أخلاقنا وأن يبارك لنا وأن يوفقنا لما فيه الخير في الدنيا والآخرة. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل الرشاد. اللهم إنا نسألك إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد ومرافقة نبيك في أعلى درجات الخلد يا رب العالمين. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل الرشاد. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وشكر الله لكم، والسلام عليكم ورحمة الله. هكذا أيها الإخوة الأحباب، عشنا مع هذه الكلمة الطيبة لفضيلة الدكتور رمضان عفيفي، مدير عام الإدارة العامة للمراكز الثقافية والمكتبات بوزارة الأوقاف ضمن الأسبوع الثقافي لوزارة الأوقاف، والذي ننقله لكم من مسجد الاستقامة بميدان الجيزة بمحافظة الجيزة. أيها الأحباب، من كساه الحياء ثوبه لم يرى الناس عيبا. والحياء سبب إلى كل جميل، كما قال الإمام علي كرم الله وجهه، ويعين على التخلص من الشيطان وكيده. قال الإمام الغزالي رحمه الله: فكل ذلك لتصاعد دخان الهوى إلى القلب حتى يظلم وتنطفئ منه أنواره، فينطفئ نور الحياء والمروءة والإيمان، ويسعى في تحصيل مراد الشيطان. والاستحياء من الله أعلى درجات الحياء، وهو أن تحفظ الرأس وما وعى، والبطن وما حوى، وأن تتذكر الموتى والبلى. ومن أراد الآخرة ترك زينة الدنيا، فمن فعل ذلك فقد استحيا من الله حق الحياء. نختتم هذه الليلة بهذه الابتهالات والمدائح النبوية والمبتهل محمد الجزار. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. والحب يعترض اللذات.
صفت لم تلومي فؤادي غدا من شدة الوجد في عظام فؤادي غدا من شدة الوجد في ظما فؤادي غدا من شدة الوجد في ظما فؤادي غدا من شدة الوجد في ظما غدا من شدة الوجد في ظما فؤادي غدا من شدة الوجد في ظما إلى نحو من فوق السماوات قد سما ولولاه ما اشتقت الحطيم وزمزما ولولا ولولاه ما اشتقت الحطيم وزمزم ولولاه ما اشتقت الحطيم وزمزم شغفت وقلبي شغفت وقلبي بات في الحب مغرما بأكرم خالق في البرية قد نشام مولاي صلي وسلم دائما أبدا
واغفر لنا ما مضى واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم واغفر إلهي لكل المسلمين بما يتلوه في المسجد الأقصى وفي الحرم. بجاه من بيته في طيبة حرام بجاه من بيته في طيبة حرام واسمه قسم من أعظم القسم بجاه من بيته في طيبة حرم واسمه قسم من أعظم القسم النبي صلوا عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله. وبهذه الابتهالات والمدائح النبوية التي قدمها لنا المبتهل الشيخ محمد الجزار، نأتي بحضراتكم إلى ختام هذا الاحتفال الطيب المبارك من مسجد الاستقامة بميدان الجيزة بمحافظة الجيزة ضمن الأسبوع الثقافي لوزارة الأوقاف. شكرا لفضيلة الأستاذ الدكتور بكر زكي عوض وللدكتور رمضان عفيفي وللقارئ ماهر الفرماوي والمبتهل محمد الجزار، والشكر موصول لقيادات وزارة الأوقاف وعلى رأسها معالي وزير الأوقاف الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة والدكتور السيد مسعد وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة الجيزة وقيادات وزارة الأوقاف. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.